بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله برقية تهنية إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده عرب جلالته أيده الله فيها عن أطيب تهنه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق بالمزيد من التقدم والرقي مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبه التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو